هذا وتسلم معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني مهام منصبه كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من أبريل من عام 2011، ويعد ترتيبه الخامس في هذا المنصب. وقد حصل الزياني على العديد من الأوسمة الوطنية نظير جهده وكفاءته العالية في كافة المناصب التي تولاها. ومنذ توليه منصب الأمين العام استطاع الزياني أن يؤدي مهامه بكل تفان في الوقت الذي يواجه فيه مجلس التعاون تهديدات أمنية وإرهابية.